إمام وخطيب مسجد عقبة بن نافع بدائرة قديل بن تاج الصادق إمام منذ 24 ماي 1992. احنا سبل فرع سبل الخيرات لمسجد عقبة بن نافع دائرة قديل، نقوم بهذا الفرع بالأعمال الخيرية، أعمال الخيرية، الأعمال الإنسانية. احنا عندنا برنامج، أولا عندنا المواد الغذائية نجمعها في هذا المكان، ثم نذهب بها إلى عندنا مطعم عند واحد الأستاذ الحاج عبد السي عبد الكريم، نطيب لهذا الأكل ثم نذهب به الآن إلى الناس اللي باتوا برا. عندنا الاثنين، عندنا ثلاثة، وعندنا السبت نأكلوا الناس اللي راهم يباتوا برا، وربي يجازي المحسنين إن شاء الله. عندنا الآن الملفات تاع قفة رمضان رانا نحضروا فيهم لشهر رمضان إن شاء الله. دائما احنا من 2016 نقوم بهذا العمل الخيري في رمضان وفي غير رمضان. رمضان قفة رمضان نبلغ نوصلوا حتى 300 قفة، كاين اللي يبلغ مالي، كاين اللي يديها مواد غذائية. ثم كذلك عندنا ملابس العيد للولاد اليتامى والفقراء والمساكين. عندنا بعد ملابس العيد عندنا نجمع زكاة الفطر كذلك في هذا المسجد ونقسمها على الفقراء واليتامى والمساكين. ثم كذلك يجي بعد العيد الكبير كذلك عندنا كبش العيد، وعندنا كذلك إعانة ربما واحد خاصه أشعة راديو، واحد خاصه دواء نشروا له الدواء، نديروا له الراديو، نديروا له السكانر. هذا كذلك كاين عندنا نساء يدوا قفة شهرية، كاين اللي أرملة، كاين اللي ما عندهاش، هذو ندير لهم قفة شهرية في المحل ويأخذونها في كل 30 من الشهر. عندنا الحفاظات للكبار دير لهم قائمة حوالي 30 واحد ويجوا يدوا، ربي إن شاء الله كذلك يجازي المحسنين. هذا هو العمل الذي نقوم به في فرع سبل الخيرات تحت إشراف شؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، فرع الأوقاف فرع قديل مع فرع كذلك فرع سبل الخيرات بحسب مفسوخ. وربي إن شاء الله يجزي المحسنين ويقوي أهل الخير إن شاء الله. وإحنا دائما نتلقى على الخير ونداوم على هذا الأعمال الصالحة إن شاء الله، وربي يجزي المحسنين. عندنا كذلك ما ننساوش المطعم في كل رمضان، عندنا قاعة الحفلات. اليوم إن شاء الله رانا في مسجدنا المبارك، مسجد سيدنا عمر بن الخطاب ببلدية حاسم السوخ دائرة قديل. إن شاء الله اليوم نريد أن نطرح على مسامع إخواننا ومشاهدهم مشروع مركز سبل الخيرات بهذا المسجد والتابع لمدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران. إن شاء الله بعد تأسيس هذا وحيازتنا على رخصة نتاع إنشاء مركز لسبل الخيرات في هذا المسجد، الحمد لله قمنا مع المحسنين، مع صداقات المحسنين وسواعد الشباب بإعادة المطهرة بيت الوضوء وكذلك ترميم المدرسة القرآنية، والتي والحمد لله بعد 4 أشهر انطلاقة العملية اليوم راها جاهزة، الناس توضأ وراها توضأ ووليداتنا يقرأوا والله يجزيهم كل خير. كذلك سواعد الشباب لازالت متواصلة، رانا في إعادة ترميم وإعادة الصوتيات في المسجد، الحمد لله الشباب راهم قائمين راهم مخلين شغلاتهم، وكذلك المحسنين يتقربون بنفقاتهم والله يجازي كل واحد، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.